طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة نحن سنتعلم عن الدرس المطالعة. طيب إذن ماذا درسنا الآن؟ درسنا موضوعنا اليوم يعني الرأس. طيب سمعتوا؟ كل جماعة الرأس. الرأس. طيب. طيب. قبل أن نبدأ الموضوع. Sawbayin lakum anil mufradat as-suluba. Tayyib. Al-awwal yakni mahuwa rasul. طيب ماذا المفرد الثاني؟ عينه. عرفتم على عينه كمثل هذا. طيب عينه ثم بعد. Bagi misal haza mujid as al asila al asila misal haza al awal mujid as suro munaka as suro al insan يقرأ عن الشيء ثم الأسماء ماذا يقرأ محمد؟ يقرأ محمد ماذا؟ يونا الكتاب ثم أكتب يونا di asura. Baik, fahim tu? Fahim lah. Baik, Pak An. Farid.
bainakum ij'al salah satu sirah. Baik. Dia una firqatu al-mula. Kenapa? Una firqatu asalnya. Takarrub, takarrub. Semua una firqatu asalnya. Terima kasih. Oke. Okay.
Daripada ada hasil yang dia bawa yang tadi, ayo
الاستغفار على الهير هذا للرجل. طيب من أنت يا الأول؟ رقم الأول من ذا للرجل الشارب؟ ثم الثاني رقم الثاني لحية ثم أنت ماذا؟ أنا امرأة أولى ماذا للرجل بين أنف والفم هو شارب ماذا للرجل تحت الفم هو اللحية طيب ثم على أي هذا؟ للرجل ماذا؟ شارب ماذا الآن اجلسوا. ماذا أحسن فيروك من فرقتي؟ أحسن. ماذا؟ أحسن. طيب. توفيق عليك. طيب الآن انظر هنا انظر يا شاشة طيب الرأس لي رأس للرأس الشعر طيب وجبهة وأنف وأذن وفم وذق وخد طيب ثم للعين للعين جبن وحب وحاجب ثم للفم للفم شفة وسن ولسان للرجل شارب ثم لحية طيب فهمتم هذا؟ طيب يمكن هذا مني؟ طيب تذكر أيها الطلبة أن الامتحان سيأتينا عن القريب ثم يهان يبرم المرء أو يهان من عرف بعد السفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.